المجتمع ما يمكن أن يعيش بلا قيم. مثلا قيمة الوفاء متمثلا في موقف أبي الفضل العباس صلوات الله عليه حين رمى الماء على الماء. قيمة التوبة، هذه القيمة التي نحتاج إليها جميعا في كل حال، متمثلة في موقف الحر. قيمة العبادة يحتاج إليها الفرد ويحتاج إليها المجتمع. باتوا في تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل، ما بين قائم وقاعد وراكع وساجد. القيم الحضارية اللي الآن مهمة في الدنيا، قيمة الحرية في موقف مسلم بن عقيل، قيمة الأخلاق، موقف الإمام الحسين صلوات الله عليه مع عدوه، مع الحر ومع جيشه الذين سقاهم الماء، قيمة المساواة. الإمام الحسين وضع خده على خد علي الأكبر، ووضع خده على خد ذلك الغلام الأسود، لا يفرق بين ولده وغلامه. قيمة الرضا، قال الإمام صلوات الله عليه: إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. قيمة الدعاء، الدعاء قيمة من القيم الإنسانية السامية. الإمام الحسين صلوات الله عليه مو فقط في يوم عرفة قرأ دعاء عرفة، وإنما حتى في مصرعه في تلك اللحظات الأخيرة. لاحظوا الدعاء الذي كان يقرأه الإمام: اللهم متعالي المكان، إلى آخر الكلمات. من الأدعية المؤثرة الدعاء الذي قرأه الإمام في ساعاته الأخيرة أو لحظاته الأخيرة عندما كان مطروحا على الأرض.